بص الولد ده كده يا جماعه كنترول تي، انا دلوقتي صغرته كده ودوست انتر ماشي. هنا لما اروح على ترانسفورم من اديت هلاقي في حاجه اسمها ايه، اجين. تعالوا ندوس اجين. عمل ايه؟ ها النسبه اللي انا عملتها المره اللي فاتت بتاعت التكبير او التصغير طبقها مره تانية. يبقى لو انا عايز اعمل الخيار ده اكتر من مره ورا بعض انا مش محتاج بقى ان انا اخد الترانسفورم العاديه واقعد برضو ايه مانوالي كده ايه اعملها تاني. حاجه مهمه قوي، بصوا معايا كده، لما انا عملت كنترول تي ظهر عندي فوق في شريط الخيارات ايه، اولا اكس اللي هي الموقع بتاعي بالنسبه لاكس، صح كده، موضع الصوره بتاعتي بالنسبه لاكس، والموضع برضو بالنسبه لايه لواي، البوزيشن بتاع الصور بتاعتي او البوزيشن بتاع الاوبجكت بتاعي بالنسبه لواي. وكمان عندي هنا في ايه الدبليو اللي هي الويدث، اللي هي الويدث اللي هي ايه العرض بتاعي، والطول بتاعي كام اللي هو الايه او الارتفاع بتاعي اللي هو الهايت، وفي ما بينهم لينك بحيث ان انا لو كبرت واحده التانية تكبر معايا بنفس النسبه، او صغرت واحده التانية تصغر معايا بنفس النسبه، عشان افضل محافظ على ايه على الابعاد بتاعه الصوره بتاعتي وما يحصلهاش ديستورشن. بصوا معايا اللير اللي قدامي دي، هو انا في الترانسفورم ما عنديش غير الفري ترانسفورم اللي انا عملته ده، انا عندي تحت تاني في حاجه اسمها ايه ترانسفورم تاني، صح؟ طيب اول حاجه فيهم هي ايه اجين. يعني ايه اجين؟ يعني ترانسفورم اللي انت عملته اعمله تاني، كرره تاني. تعال نشوف الولد ده بس، يعني هو قاعد معانا المره دي شويه، هي دي ولا كانت تاني؟ بص الولد ده كده يا جماعه كنترول تي، انا دلوقتي صغرته كده ودوست انتر ماشي. هنا لما اروح على ترانسفورم من اديت هلاقي في حاجه اسمها ايه اجين. تعالوا ندوس اجين. عمل ايه؟ ها النسبه اللي انا عملتها المره اللي فاتت بتاعت التكبير او التصغير طبقها مره تانية. يبقى لو انا عايز اعمل الخيار ده اكتر من مره ورا بعض انا مش محتاج بقى ان انا اخد الترانسفورم العاديه واقعد برضو ايه مانوالي كده ايه اعملها تاني. لو انا عايز بعمل كل مره بنفس الكيفيه فبعمل ايه، بعمل اجين دي. خلاص طيب نرجع تاني، لو احنا رحنا على بقيه الترانسفورم، خلينا برضو على الولد ده هو كده يعني مقصوص جاهز. لو رحت على الترانسفورم تاني انا عندي هنا ايه سكيل. طب سكيل دي بتعمل ايه؟ اهي كبر وتصغر كده عادي، ده العادي بقى اللي احنا بنعمله العادي، صح؟ طيب ممكن اخش تاني عليها هلاقي في عندي روتيت، دي هتعمل ايه روتيت؟ ها بتلف الشكل، صح كده؟ كنترول تي اه، بس مش سكيل بقى، هي كنترول تي هتعمل ترانسفورم العاديه. انت عشان تخشي على السكيل دي هتروحي تاني تختاري من ترانسفورم وتاخدي منها سكيل، ماشي؟ او انا ممكن اعمل ايه؟ ادوس كليك يمين هنا الاقيهم موجودين هنا، كليك يمين جوه الباوندنج بوكس الاقيهم موجودين هنا الخيارات بتاعتي، ماشي؟ طيب انا برضو عايز اقول ايه؟ حاجه مهمه قوي، بصوا معايا كده، لما انا عملت كنترول تي ظهر عندي فوق في شريط الخيارات ايه؟ اولا اكس اللي هي الموقع بتاعي بالنسبه لاكس، صح كده؟ موضع الصوره بتاعتي بالنسبه لاكس، والموضع برضو بالنسبه لايه؟ لواي، البوزيشن بتاع الصور بتاعتي او البوزيشن بتاع الاوبجكت بتاعي بالنسبه لواي. وكمان عندي هنا في ايه؟ الدبليو اللي هي الويدث، اللي هي الويدث اللي هي ايه؟ العرض بتاعي، والطول بتاعي كام اللي هو الايه؟ او الارتفاع بتاعي اللي هو الهايت، وفي ما بينهم لينك بحيث ان انا لو كبرت واحده الثانيه تكبر معايا بنفس النسبه، او صغرت واحده الثانيه تصغر معايا بنفس النسبه، عشان افضل محافظ على ايه؟ على الابعاد بتاعت الصوره بتاعتي وما يحصلهاش ديستورشن. تمام كده؟ لو انت عايز تعمل الديستورشن فخلاص شيل الايه؟ شيل اللينك اللي موجود هنا ده. يعني شيل الزرار دوت الغيه خلاص، هتقدر تدخل القيم بتاعتك بحريه في كل واحده من الاثنين، ممكن تدخل هنا قيمه وتدخل هنا قيمه ثانيه مختلفه تماما. طيب في عندي هنا كمان انا احنا كنا بنعمل روتيت صح؟ فعندي هنا في الاوبشن عندي في زاويه، في عندي ايه؟ انجل ممكن اغيرها، لما تغير الانجل دي هو هيلف معاك، مفيش اي مشكله. طيب اللي انا عايز اقوله مهم جدا في الموضوع ده هو موضوع ايه؟ شايفين دي يا جماعه؟ شايفين الانكور بوينت اللي موجوده هنا دي؟ انا دلوقتي عندي هنا في ايه؟ في سنتر بوينت، شايفين السنتر بوينت النقطه دي؟ النقطه دي هي محور ايه؟ هي محور التكبير والتصغير وتقريبا النقطه دي موقعها هو نقطه البوزيشن بتاع الشيب نفسه. يعني مش انا قلت لكم هنا في عندي هنا اكس وواي؟ احداثيات اكس وواي، احداثيات اكس وواي دي بتاعت ايه؟ بتاعت انهي حته في بتاعت النقطه بتاعت ايه يا جماعه؟ نقطه السنتر بوينت اللي احنا بنتكلم عليها. طيب انا دلوقتي لو جيت بلف كده هو بيلف حوالين ايه؟ بديهي ان هو هيلف حوالين السنتر بوينت. طب تعالوا نغير السنتر بوينت دي من هنا نخليها كده، بصوا معايا كده بقى بيلف ازاي؟ معايا يا جماعه؟ طيب بصوا لو انا جيت غيرتها وخليتها تبقى مثلا النقطه دي، ها بيلف فين؟ معايا يا جماعه؟ طيب هو كمان انا ممكن مثلا يعني
اجيب النقطه دي اذا كانت مثلا هي موجوده هنا في النص اهي، ممكن امسكها واحركها كده وبعدين الف. تمام يا جماعه؟ يبقى هو بسيط جدا ان احنا نلف الشكل، لكن الموضوع مش انت بتلفه ازاي بقى او بتلف ببساطه ازاي، هو انت هتلفه حوالين ايه. صح كده؟ انا دلوقتي عملت نقطه محدده اخليه يلف حواليها، وبعدين انا ممكن اعمل الترانسفورم اجين ده تاني عشان يخليه يلف كده بقى. صح كده؟ فممكن انا اخد شكل، اذا كان عندكم انتوا حتى فيها بعض العناصر، انا مثلا جايب غصن كده وفي ورده في الاخر، فالغصن دوت انا عايز اخليه يلف كده ويفضل بيلف دايما حوالين ايه نقطه معينه. حدد النقطه بتاعتك وابتدي لف على اساسها عشان يطلع الشغل بتاعنا مظبوط. تمام يا جماعه؟ طيب يبقى دي كانت بالنسبه لايه للترانسفورم. واحنا عملنا دلوقتي روتيشن، ولو ضغطنا كليك يمين تاني هلاقي حاجه اسمها سكيو. بص معايا السكيو بيعمل ايه. ها الشكل المنظوري اللي احنا كنا مش عاجبنا من شويه بدا يدهوني. صح كده؟ ودوت انا محتاجه في بعض الايه في بعض الاشياء. يعني انا لو جيت دلوقتي هنا قفلت دي وخدت الولد ده كده اصغره شويه بكنترول تي اهو وليكن كده مثلا، واحطه هنا كده وادوس انتر، وبعدين اعمل منه دوبليكيت بايه كنترول ايه جي، واخد اللي انا عملت له دوبليكيت ده واحطه هنا كده، وبعدين اعمل كنترول تي، وبعدين ادوس كليك يمين عشان يديني فليب فيرتيكال. يعني ايه فليب فيرتيكال؟ عشان يقلبه تحت. صح كده؟ لما قلبه تحت اخده حركه كده شويه. تمام؟ وبعدين اروح عامل ايه؟ اروح دايس كليك يمين واروح داخل على سكيو، ومن سكيو اروح جاي عامل ايه؟ اروح جاي عامل ده مثلا كده شويه عشان يبقى عامل بالطريقه دي، وادوس انتر، وبعد ما ادوس انتر اروح حاطط هنا ماسك، ولما احط الماسك دوت اروح اجيب الجريدينت تول من تحت البنت باكت اهي، واختار عندي نوع من الجريدينت يكون وليكن مثلا اللي هو ايه؟ فين البيزك؟ شوف البيزكس اهي، هختار البلاك اند وايت ده العادي خالص، واجي هنا على الولد ده وانا متارجت الماسك كده اروح جاي عامل كده. ما عملش حاجه؟ عامل ايه؟ عشان انا عامله لايتنج. ماشي، نعمل نورمال. احنا اتفقنا قبل كده ان نحاول بقدر الامكان نرجع الايه؟ نرجع الاعدادات للاصل دايما، صح؟ كنترول زد احاول اعكسه اخليه من هنا كده مثلا. خدتوا بالكم معايا؟ طيب وبعدين هاجي من هنا كده اروح مقلل برضو الاوباستي شويه. ماشي. فاحنا ممكن بس لما نقعد نفكر في الحاجات البسيطه اللي احنا بنقول عليها ممكن نقدر نركب حاجات بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. طيب ايه؟ الدبوس اللي في النص فين الدبوس؟ ده ده دوت هيفضل رابطها لك لما تيجي تحركي اللاير. بصي لما تيجي تحركي اللاير هو رابط الماسك بنفس اللاير، لو انت فكتيه هتلاقي الماسك ثابت واللاير عمال يتحرك، فيبقى الماسك بيداري في حتت وحتت لا. يعني بصي كده مثلا لو احنا شيلنا دي كده من هنا اهي، بصي انا دلوقتي بحرك ايه؟ الماسك هنا بس عشان هو مش معمول ابيض واسود بالظبط، صح؟ المفروض هو يبقى اسود بس خالص. احنا هنا الاوباستي عاملينها ماشي. هو كده مثلا خلاص. بصي معايا انا دلوقتي فاكك الايه؟ انا فاكك اللينك صح؟ شايفه كده؟ خدتي بالك؟ الماسك في مكانه واللاير هي اللي بتتحرك. فاهماني؟ طب انت تخيلي بقى ان هي كمان مش بالتدريج كده، ان هي لا دي حاجه مقطوعه حاده. فاللي هيحصل ايه؟ هيفضل الحد ده باين كده واللاير عماله تتحرك كده. ففي جزء منها بيتقطع هنا. فهمتني؟ فانا لازم ايه؟ لازم ابقى دايما محافظ على اللينك اللي موجود. خلاص؟ طيب يبقى كده احنا اتكلمنا على الترانسفورم، وعندي كمان في الترانسفورم في حاجه اسمها وارب تقريبا. تعالوا ناخد دي كده كنترول تي ادوس عليها كليك يمين، في عندي ايه الوارب. انتوا خدتوا الوارب ده صح؟ خدتوه صح؟ فالوارب دوت بيبقى مناسب اكتر لو في حاجه فيها زخرفي، يعني في شكل زخرفي، فانا اقدر من هنا طبعا ايه؟ ابتدي اغير فيه كده وكده ومعرفش اعمل ايه وكده خلاص. ودوت انا بستخدمه كمان كتير لما باجي اعمل توظيف. ليه؟ التصميم اللي انا بحطه على الموديل نفسه بيبقى جاي محطوط عدل. احنا مصممين التصميم مفرد، يعني الافراد بتاع التصميم يعني، صح كده؟ فكل حاجه فيه واضحه وصريحه وما فيهاش اي ثنايا ولا اي حاجه. طب لما اجي انا احطه على مثلا شكل جيب مثلا، والجيبه دي مثلا واسعه لتحت كده، يعني نازله جايه من ضيق لواسع كده، طب ما هو المفروض ان التصميم ياخد معايا نفس ال، صح كده؟ واذا كانت في مثلا الحركه بتاعت الرداء مثلا جايه لفه كده، فمفروض برضو ان هي تلف معايا كده، صح؟ فيبقى انا اقدر استخدم الوارب ده في الموضوع ده. ماشي؟ يعني اللي يحط التصميم بتاعه، عشان البعض بيسالني دلوقتي بيقول لي التصميم عامل زي ما يكون ملزوق. ما هو عامل زي ما يكون ملزوق عشان زي ما قلت لكم انا واخده مسطح وحاطه بنفس التسطيحه بتاعته،
فلكن لو انا عمالي العب بقى فيه شويه وادخل ده واقرب ده وكده، يعني بصوا هنا كده، ده انا ممكن كمان في الداخلي كده ابعد واقرب، صح؟ تخيلوا معايا دي لو عناصر زخرفيه هتبعد في حتت وتقرب في حتت، لما بتقرب تبقى جايه في الثنايا مثلا، ولما بتبعد تبقى جايه عند الحاجات اللي هي المرتفعه او القريبه مني اكتر، فتبدا تظبط معانا. طيب في عندي كمان هنا حاجه اسمها البابيت وارب، لما ادوس على البابيت وارب دي بتديني الشبكه اللي احنا شايفينها دي. طبعا انتوا خدتوا البابيت وارب دي صح؟ هاجي هنا وادوس هنا كليك، انا بعمل ايه؟ بحط نقط او محاور، تمام كده، بحط دبابيس اكن انا بدبسه هنا كده خلاص من النقط دي اهي، انا هدبسه كده مثلا في الحتت دي، احط له دبوس هنا، احط له مثلا دبوس هنا، لو عايز كمان احرك ده لوحده احط له دبوس هنا. فدي بترجع ليه؟ لفهمي للعنصر اللي انا شغال عليه وايه اللي انا عايز احركه وايه اللي انا عايز اثبته. فدلوقتي لو انا حطيت كده الدبوس ده وجيت احرك كده، بصوا معايا، هو ده بيتحرك كده ليه؟ عشان انا مدبس دولت، لو ما كانش فيه الدبابيس دي كان كل الجزء ده على بعضه هيتحرك، كل الجزء بتاع الايد نفسه هيتحرك لحد ايه؟ لحد الدبوس التاني اللي كان ثابت هنا ده، تمام؟ طبعا احنا بنستعمل ده مع الصور في نطاق ضيق، اللي هو ايه؟ والله مثلا انا الولد ده حاسس ان هو دماغه عايزه تترفع كده شويه مثلا، تمام؟ يعني في الصور احنا ما بنحتاجوش قوي، لكن لو حد فيكم فيما بعد يعني درس الافتر افكت هتلاقي ان دي مهمه جدا بقى، لان احنا ممكن نستعملها في تحريك العناصر. يعني انا ممكن ارسم على الالستريتور مثلا شخصيه كرتونيه واعمل الدراع لوحده مفصول في لير، واعمل الايد لوحدها مفصوله في لير، والراس في لير، والجذع في لير، وكل رجل في لير لوحدها، ومن خلال الدبابيس دي انا ممكن ابتدي بقى احرك الرجل كده وكده، صح؟ والتحريك دوت لو بسجله هيبتدي يديني ايه؟ يديني رسوم متحركه، صح كده يا جماعه؟ يديني ايه؟ رسوم متحركه. على فكره انا ممكن اعمل لكم هنا رسوم متحركه، يعني ممكن اخلي لكم ده بيتحرك دلوقتي قدام، بس احنا محتاجين ان احنا نخش في ايه؟ في الاوبشن الخاص بالموشن. الاوبشن الخاص بالموشن هيديني تايم لاين. على التايم لاين ده انا هسجل اللقطه وهو عامل كده، واللقطه اللي بعدها هسجلها وهي جايه كده، واللقطه اللي بعدها لما نزل ايده كده، واللقطه اللي بعدها لما عمل كده، في الاخر خالص لما هنجريها هتطلع مظبوطه. تمام؟ فعشان بس مفيش وقت وغالبا هيكون في محاضره بعدنا، هنحاول وانتوا عندكم كمان سيكشن، هنحاول المره الجايه نكمل تاني. لكن احنا النهارده كنا بنقول على شويه خيارات اهو زي ما انتم شايفين، هي ايديتنج. انا عايزكم تستعملوا الكلام ده في الشغل بتاعنا في التصميم، يعني البابيت دي نستعملها في التصميم مع الزخارف، التكبير والتصغير اللي احنا عملناه والكلام ده كله احنا محتاجينه في شغل الزخارف. حتى لما بتيجي يعني الخيار بتاع البرسبكتيف اللي انا وريته لكم ده، انا مش بستعمله في كده وبس، انا بستعمله كمان عشان لو انا باخد عنصر وعايز اعيد رسمه، انا برسمه من الاول وجديد، فالمفروض ان هو لو في اي برسبكتيف كده او منظور فلازم يتعدل عشان نرسمه صح، مظبوط كده؟ عشان ما يبقاش مرسوم برضو بالشكل المنظور. خلاص يا جماعه.